يمكن أن يكون للروائح تأثير رائع على الدماغ، على عكس الكثير من حواسنا، تصبح حاسة الشم أسرع من غيرها، وهذا هو السبب وراء إيجاد أفضل الروائح الطبيعية لتحسين المزاج، وتوفر لك مجموعة واسعة من الفوائد العاطفية الأخرى. هناك الكثير من الأدلة التي تثبت أن رائحة القهوة الطازجة، رائحة الليفندر، يمكن أن تتسبب فعلاً في التحسين البدني والنفسي. وبغض النظر عن القوى التي تحفز الذاكرة عند الشم، فإن هناك مجموعة من الروائح لتحسين المزاج، وتحدث أشياء مذهلة للعقل والجسم. بعض الروائح وسيلة رائعة لإحداث تأثير إيجابي. إليك قائمة بمجموعة من الروائح لتحسين المزاج. القهوة الطازجة. لا نمزح عندما نقول لك بأن رائحة القهوة الطازجة في الصباح تساعدك في تحسين المزاج، وذلك لأن رائحة القهوة لها تأثير على كيمياء الدماغ. وجدت دراسة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية على أشخاص يعانون من قلة النوم، وعند شم رائحة القهوة تسبب في إنتاج 13 إلى 17 من الليبروتينات التي تحمي الأعصاب. خشب الصندل. تم استخدام خشب الصندل في الطب الشعبي منذ قرون عديدة، فهو غني بالروائح التي تعمل كمضاد للاكتئاب وفقاً لما ذكره المتخصصين، فإن زيت خشب الصندل يساعد على تقليل التوتر، كما أنه يمكنه مواجهة أي التهاب ومنع الإصابة بالطفح الجلدي والجفاف والحبوب. يمكنك استخدام زيت خشب الصندل على الجلد الجاف والتطبيق على القدمين والركبتين للتخلص من الجفاف تماماً. فانيلا النعناع. يوجد ضمن المنتجات المتوافرة في محلات العطارة، يعمل مزيج الفانيلا مع النعناع على تحسين المزاج، كما تقوم رائحة النعناع بتحسين القدرة على التركيز والتمتع بخصائص رفع المزاج والقدرة على محاربة القلق والاكتئاب، كما أنه تم اختبار رائحة الفانيلا في مركز السرطان في نيويورك، وجدوا أنها تقلل من التوتر والخوف. شاي الياسمين الأخضر. وجدت دراسة في عام 2010 أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الياسمين يزيدوا من التركيز والاسترخاء لديهم، وتوصلوا إلى أن الياسمين يساعد في تخفيف الاكتئاب والقدرة على تحسين الحالة المزاجية تماماً مثل النعناع. يعمل الشاي الأخضر على الشعور بالتحسن، ويتم استخدامه في كثير من مستحضرات التجميل لمكافحة التجاعيد وتخفيف توتر العضلات وتحقيق الاسترخاء بعيداً عن الصداع والإجهاد. الصنوبر. الكثير من الأشخاص يغرق في ذكريات الشتاء المولعة عند شم رائحة الصنوبر، لأن هذه الرائحة تفعل الكثير لكي تشعر بالحنين إلى الماضي. وأثبتت دراسة تمت على 4560 مشارك قاموا بالتمشي في غابات الصنوبر، وجدوا بأنه يساعد في تحسين حالتهم المزاجية وتقليل الاكتئاب والتوتر. الورد. يعمل الورد بمثابة مضاد للاكتئاب، ويمكن أن يعزز المزاج، كما أن زيت الورد يحدث تأثيراً رائع. يمكنك طحن مجموعة من بتلات الورود لكي تحدث المزيد من المعجزات وتقليل نوبات القلق، أو تجربة حمام الورد الطبيعي واستخدام الزيوت العطرية النقية. حقاً يحدث تأثير رائع. الليمون. خليط النعناع والليمون يساعدك في تحسين القدرة على التركيز وزيادة الطاقة، كما يمكنك من تحسين المزاج بسهولة. كما ذكرت بعض المواقع أنه يتم إدخال رائحة الليمون في منتجات التنظيف تساعدهم في التغلب على مشاعر النقص وزيادة الثقة بالنفس. اللافندر. اللافندر واحد من العطور المعروفة أنها تساعد في زيادة الاسترخاء وتقلل التوتر والقلق، وقد اقترحت مجلة ريدرز دايجست أن اللافندر يعمل كواقي من الشمس أيضاً، وذلك بسبب أن له خصائص كيميائية رائعة. غالباً ما يحفز اللافندر في ذاكرتك ذكريات الشاطئ الدافئة وحفلات الشواء، وهي بالتأكيد ذكريات تزيد من الشعور بالسعادة لدينا. القرفة. وفق موقع هافينغون بوست، وجد أن القرفة تعزز التركيز والذاكرة والانتباه، وعند خلط القرفة مع الفانيلا يمكن لهذه العناصر أن تزيد من الشعور بالسعادة لدينا،
بالإضافة إلى أن زيت القرفة من الزيوت التي يمتصها الجلد بسهولة للمساعدة في الإبقاء على شعور الوجه بصحة جيدة. الكركم. يشجع الكركم على إفراز السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تقاوم الاكتئاب. وفقاً لما ذكره أخصائي الصحة الدكتور أندرويل، أن الكركم يعمل بمثابة مضاد للاكتئاب، وقد وجدوا أنه يتسبب في حدوث رد فعل بداخل الدماغ. زيت الياسمين. زيت الياسمين يستخدم لتهدئة الأعصاب، وعادة ما يتم استخدام هذا الزيت كمضاد للاكتئاب بسبب قدرته على زيادة الشعور بالثقة بالنفس والتفاؤل وزيادة الطاقة. العرقسوس. يمكن أن يساعدك العرقسوس في زيادة مستويات هرمون الأستروجين وارتفاع ضغط الدم، لأن رائحته لها قدرة على جعل الأفراد يشعرون بالمزيد من السعادة، بالإضافة إلى أن رائحة العرقسوس لها آثار جسدية فعالة. زهرة الإيلينغ. تستخدم هذه الزهرة منذ السنوات القديمة للمساعدة في علاج العديد من الأمراض، فهي زهور طازجة ولديها رائحة الزهور، كما أن لديها زيت الإيلينغ الطازج الذي يحدث الكثير من الفوائد للجسم، ومنها أنه يساعد في زيادة الاسترخاء ومن مضادات الاكتئاب الرائعة وتخفيف التوتر. ويذكر البعض أن زهرة الإيلينغ تعمل على تقليل ضغط الدم المرتفع. زهور الروزماري. يمكن أن يقلل الروزماري من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، وبذلك يعزز الروزماري من الهدوء والرضا وتحسين المزاج. أثبتت دراسة أن زيت الروزماري يحتوي على مكون يحسن من سرعة الأداء العقلي. الحمضيات. تناول كوب من الحمضيات في الصباح كأحد بدائل القهوة يحدث تأثيراً رائعاً، مثل الحصول على كوب عصير الليمون أو البرتقال. تعد الثمار الحمضية خيار مثالي لتعزيز مستويات الطاقة والانتباه في العقل، وهذا بدوره يحسن المزاج لديهم. البابونج. البابونج من العطور الشعبية والمثالية، ومن المعروف أن البابونج الغارق في الماء الساخن يساعدك في مقاومة الأرق وتخفيف القلق. وقد أظهرت الدراسات أن بعض المركبات الكيميائية التي توجد بشكل طبيعي في البابونج تحدث مسكن فعال، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا وللحساسية. ومن مميزات شاي البابونج أنه يساعد على الاسترخاء وتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي وتخفيف عسر الهضم والحالات المزمنة مثل التهاب القولون التقرحي وتخفيف تصلب المفاصل والألم. الكافور. الكافور من الأطعمة التي لها روائح مميزة تعمل على فتح ومسح الممرات الأنفية. يحتوي زيت الكافور على العناصر الفعالة لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال ونزلات البرد والربو. هناك طرق مختلفة يمكنك استخدام الكافور لكي يؤثر على تحسين المزاج، مثل تطبيق زيت الكافور على الصدر للتعامل مع نزلات البرد وتحسين التنفس. ويساعد الكافور على تعزيز الجهاز المناعي وتقليل توتر العضلات. من الرائع إضافة الكافور إلى حمام دافئ بعد قضاء يوم طويل لكي يساعدك في زيادة الشعور بالاسترخاء.